اول لقمه في الموسم الرابع نهاية الواحد باكل ما بمضغ، يعني مع اني لابس اماراتي فلازم اعلمكم اماراتي الحين. هنا زعفران اون توب اوف ذا كرك، وسخت حالي وسخت ايدي ووجهي وقميصي و... عدنا بالحلقة الأولى من الموسم الرابع من أزكى أكل في العالم. معلش سامحوني على الغيبة، ما كانت طويلة كتير لكن اشتقت لكم، اشتقنا للأكل الزاكي يا جماعة. عشان هيك أهم شيء تكونوا إيش؟ تكونوا جاهزين، أهم شيء تكونوا جوعانين جوعانين جوعانين. المهم حلقة الأولى من الموسم الرابع راح تكون من دولة الإمارات العربية المتحدة. أول حلقتين في الموسم الثاني من البرنامج كانوا برضو من دولة الإمارات العربية المتحدة. خلينا نحكي هيك، أول حلقة كانت أكل الشوارع أو الأكل اليومي، ثاني حلقة كانت عن أقوى ثلاث مطاعم عربية في مدينة دبي، لكن حلقة اليوم راح يكون تركيزها على الأكل الإماراتي الشعبي التقليدي. فش داعي أحكي أنا وين، أنا في مدينة دبي مبين طبعا لأنه برج العرب وراي. راح نبدأ الحلقة بالفطور الإماراتي التقليدي في مطعم الجلبوت. أهواك يا مشعل غرامي يلي بحشاي حط لي حرب. أول شغلة بسم الله الرحمن الرحيم، أول لقمة في الموسم الرابع اللي هو خبز الخمير مع أشهر وجبة في العالم اللي بسموها هون في الإمارات بيض وطماط، اللي هي البيض والبندورة، أو في السعودية بسموها شكشوكة. كل دولة في الوطن العربي متأكد بتعمل هاي الوجبة اللي هي البيض والبندورة، لكن بطريقتها الخاصة ببهاراتها الخاصة. أول لقمة في الموسم الرابع بسم الله. هون أنا عندي خبز رقاق، اللي هو الخبز اللي هو الرقاق يعني من رقيق، طريقة تقليدية جدا هتكون ناشفة أو لحالها، لكن هون مسوينا هيك شوية فيوجن، فحاطين فيها الكريم تشيز هاي جبنة الدهن، وبعدين بحطوا فيها شغلة اللي حكينا عنها بالموسم الثاني اللي هي بالحلقات اللي قبل هيك بالإمارات اللي هو تشيبس عمان. يعني أعتقد أنه من أكثر الأشياء أو البرودكتس السلع استخداما وانتشارا في دولة الإمارات كلياتها بطاطس عمان. لقمة زي هاي إذا ما اختتمت بشاي كرك ما بنفع، وشاي كرك بدون كمية رهيبة من الهيل برضه ما بنفع، يعني تحط فيه حتى الأحلى من الهيل هيك بحطوا لك الزعفران فوقه كمان، كيف الأمريكان تشيري أون توب أوف ذا كيك. هنا زعفران أون توب أوف ذا كرك نفس سيم سيم. الحين نيجي لشغلة اسمها الخبيص. الخبيص صراحة يعني يمكن كل هاي الأشياء أنا ما أكلها قبل هيك أكثر من مرة إلا هذا الخبيص. الخبيص اللي هو عبارة عن ممكن يعتبر حلويات سميد سكر مع تمر. ضل عنا آخر شغلة اللي هي الشباب. الشباب اللي هو بكل اختصار ذا إماراتي بانكيك، البانكيك على الطريقة الإماراتية، لكن وين الاختلاف؟ وين الشغل الإماراتي اللي بتحسوا فيها في البهارات؟ الشباب كيف تتاكل؟ بهاي الطريقة بنحط عليها عسل أو دبس تمر، طراوتها خفتها الهواء اللي جواها البهارات اللي فيها، البهارات اللي فيها اللي بيجي هيك فوقيهم دبس التمر بخليك واحدة من أزكى الأشياء. والله والله اشتقنا اشتقنا اشتقنا، صار لي شهر تقريبا موقف تصوير. عدنا 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 يا ويلكم يا اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده. يلا دخلنا في الجو. غدانا رح يكون في مدينة أبو ظبي. طبعا شادي هو اللي رتب لي أغلب الأماكن اللي رايحين عليها في الحلقة، وأهم إشي حضر لي اللقاء المهم اللي إحنا الحين رايحين عليه نتغدى عنده اللي هو عند الشيف بومانة. الشيف صراحة يعتبر واحد من أقوى وأهم الشيفس الإماراتيين، لكن أحلى شيء في الموضوع إنه الشيف هذا ما بيشتغل في مطعم، هو عنده مطبخ الخاص في بيته وبيعمل أكله في بيته وبيبيعه للناس عن طريق الحساب والطلبات وكذا. وما شاء الله ما شاء الله كل فئات المجتمع قاعد بتطلب منه وبدها تأكل أكله لأنه قاعد بيعمل اللقمة على أصولها. وصلنا على بيت بومانع أو مطبخ بومانع اللي هو في بيته، خلينا نشوف شو طبخ لنا. السلام عليكم بومانع. يا حي الله يا حي الله. الله يحييك يا رب، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. الله يحييك. ما شاء الله احنا الباب انفتح دخلنا الريحة يعني عالم ثاني. أنا بدي أعرف شو طبخ لنا. هم هذا بنسميها احنا رصيدة السمك، أو حد يسميها مضروبة السمك. مضروبة سمك. إيه. هذه مضروبة الدياي. مضروبة الدياي. نعم. طبعًا هذا اللي هو طبق رئيسي في المناسبات عامة، إحنا اللي هو القوزي. ما شاء الله. اللي يسمونه في ناس عيش ولحم. عيش ولحم. نعم. هيل زعفران ودبس تمر على لحمة. أوكي. إيش جديد؟ إيش جديد؟ الحياة تجارب. مشعل غرامي يلي بح
بحشاي حط لي حر حبك على الفواد نامي حب جديد. الحين في عندك فحم فوق جدر تحته لحمة عليها بهارات ودبس تمر على الرز اللي من تحت في حرارة كمان من تحت في حاجة بسيطة. هذا اختراع، هذا مشروع تخرج هذا. الغداء وجهز أخوي باسل الحين سمعي يدك. عندنا ترتيب عشان تمر تجربة إماراتية بحتة في الأكل. رشادي حاضرين الترتيب عندك مرتب باسل ترتيب تفضل علي عشان يلا حياك باسل. ايش في ايش في راحت قلبي وانسجامي سارتني بين الملاسر وخصني رب الانامي يوم كتب لي في العمر رج راحت قلبي وانسجامي. هلا هلا مان يعطيك العافيه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا لا كيف ترى انا المتعصم جا وقت الضرب الحين يجي وقت الصح. شادي تفضل معانا. هذا العيش لحم اللهم صل على محمد. بسم الله. اتوقع ابو مانع طعم الدبس واضح فيها. واضح نعم نعم الدبس في التمر بس الحلاوه ثلاث اماكن بتطلع لك حلاوه في فوق في اللحمه من الدبس الزبيب والبصل. هاي وجبه عالميه يا اخي. أنا عندي اعتراف، أنا هاي الأكلة من أكلاتي بعشقها جدا وحاولت أتعلمها وقبل ربع ساعة كنت مفكر حالي بسويها صح، بس قبل ربع ساعة بس بعد هذا لا أنا ما كنت بسويها صح أبدا. من أزكى وجبات الرز مع اللحمة اللي في العالم. أنا عني صراحة لو تقول لي مثلا برياني بكل تفاصيل وإبداعات وبهارات البرياني بختار هاي صراحة. من الأكلات اللي يعني عيش ولحم، قاعد بتاكل عيش ولحم، العيش اللي هو الرز طبعا، عيش ولحم بس عيش 10 من 10، لحمة 15 من 10. ومانع اخذنا العيش ولحم من الموضوع، في اشياء ثانية بدنا نجربها، مضروبة دياي وعصيدة سمك، وهذا دهن اللي فوقها؟ هاي دهن. حلو. نفسي ازقف لك بس ايدي وسخة. لا فعلا هذا اكتشاف يعني، انا عيش ولحم قلت لك ماكل قبل هيك. صح هذا مستوى ثاني، لكن هاي أول مرة أكلها. ما شاء الله. طيب الحين نفوت في عصيدة سمك. الموت من تحت اللثامي ثمان لا تضمن ولا فرق. الحلو فيهم المضروبة والعصيدة اشي خفيف يعني ما بده مضغ حتى، فيها السمك فيها دجاج فيها القمح او فيها يعني فيها مكونات كتير وفيها سمن وفيها زيت وفيها مرقه وفيها كذا، بس عقل على قد ما مطبوخه مده طويله طويله جدا طبعا صاروا اشي واحد. بالنهايه الواحد باكل ما بمضغ على طول، فاللي على طول اللقمه اللي تلحق اللقمه بلقمه زي ما بيقولوا. رائعه رائعه بس صراحه اضافه الليمون هون سحر. سلامك الله ابو مانع. عليكم بالعافيه ان شاء الله. بدنا نتاكد، هينا صرنا جنب ابو مانع بدنا نتاكد هل ابو مانع هو نجل الدكتور مانع سعيد العتيبة؟ نعم. ما شاء الله والنعم والله والنعم. طبعا اللي ما بعرف دكتور مانع سعيد العتيبة احنا درسنا قصائده في مناهج الامارات. دكتور شاعر وزير كان مستشار حتى للشيخ زايد رحمة الله عليه. وعلى سيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد مسلمان الهيان، نحن في عام زايد عام 2018 ميلادي، فأغلى شيء ممكن يكون على صدورنا خلال الرحلة هاي باج عام زايد. يا سيدي سلم ايدك واحنا بنخلص من مكان وايش بنقول اللي بعده. طيب بعد الفطور والغداء ايش بيجي العشاء؟ في العشاء رح ناكل الهريس، وجبة الهريس، فاجينا هون عشان ناكل هريس من مطعم اسمه هريس الفريج. فريج بالاماراتي يعني معني لابس اماراتي فلازم اعلمكم اماراتي الحين. الفريج هو الحارة او المنطقة او الحي تبعنا، فهريس الفريج يعني الهريس تبع الحارة تبعتنا. واخيرا اخر وجبه عندنا اليوم اللي هي الهريس. هذا الشيء اللي قدامي طبعا المطعم اللي هو هريس الفريج ما فيه كراسي وطاولات وهيك الواحد يقعد فيه، هو يعني تيك اواي ممكن نعتبره الناس تاكله في بيوتها. ليش قاعدين نحكي كثير واحنا اخر وجبه؟ خلينا نخلص الحلقه يا جماعه، خلينا نخلص الحلقه ونفوت في الهريس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هريس، هذا هريس، هذا هريس يفرح.
يا جماعة الهريس أصلاً واحدة من الأكلات اللي أول شغلة ما بتنمضغ، يعني سنانك هاي بتشيلها وبتاكل هريس الوضع طبيعي تماماً، مع أنه فيها لحم فيها قمح فيها كذا، لكن الطريقة اللي معمولة فيها أنك أنت بتاكل شوف بقمة الطراوة، واللي معطيها الروعة كمان، وأنا مبين علي شخص ما بيحب الدهن أبداً، الدهن اللي بنحط فوق على الوجه ومعطينا كيكة دهنة كمان عشان أنت تحطها كمان زيادة على الهذا، هيك بتعطيها الكيك تبع مخي بدأ يضرب من كتر التعب. هريس زاكي خلينا ناكله ونصلي على النبي ونروح. شادي تعال تعال بالله صح، بديك في خدمة، تعال بس تعال طلع لي في جيبك جاهز ما انت ترى ما حلناش يا اخواننا من الحلقه، لازم تنتهي بحلويات والا لا ارباب انا مخر ما اريد نوم والله ارباب انت سير نوم، انا ما اريد سير نوم انا والله. المشكله الوقت تاخر، الوقت تاخر، كان بودي انه نختم نختم الحلقه بحلويات، مش ضروري نصورها اليوم، بنصورها بكره. هنا مدينة الشارقة، يوم جديد، معلش حتى لو يوم جديد حتى لو أسبوع جديد مش مهم، أهم إشي إنه حلقة عن الأكل الشعبي الإماراتي لازم تخلص بصحن الجمال. أخذنا صحن الجمات وإجينا ناكله هنا في المكان اللي بدينا فيه الحلقة، اللي حكيت فيه مقدمة الحلقة، اللي هو دوار الكتاب في مدينة الشارقة. ناكل صحن الجمات تبعنا ونختم الحلقة. طبعا الجمات اللي ما بعرف شو هي الجمات، هي باختصار هي كور عجينة مقلية في الزيت، يعني يمكن في نسخة من هاي الأكلة في كل أنحاء العالم مش بس في الإمارات، لكن اللي بميزها اللي بميز الجيمات الإماراتية إنه بنحط عليها دبس التمر. لا لحظة، اللي بميز الجيمات مش بس دبس التمر يا جماعة، الموضوع أكبر من هيك بكتير، الموضوع في العجينة نفسها كمان، من برا بتقرمش من جوا كتير هيك هشة وبتمضغ بطريقة كتير حلوة، واللي أحلى من كل هذا إنه فيها بهارات، يعني فيها نكهة الزعفران، الزعفران لحالها بتخليك تبتسم هيك، بعدين بتجيك دبس التمر. طبعا اغلب الحلويات العربيه بتنعمل من القطر، او يعني بنحط عليها عفوا قطر، هون لا، هون ما في قطر، هون عندنا دبس التمر، هذا المكون اللي انا شخصيا بعشقه جدا، وسخت حالي ووسخت ايدي ووجهي وقميصي مش ندمان، مش ندمان ولا ندمان انه ما رضيتش اخلص الحلقه الا لما نحط فيها نصور مقطع الجيمات، لانها عن جد عن جد عن جد شغله بتستاهل جدا. وخلص هيك بنقدر نختم الحلقه بسلام وامان يا اخواننا. الحلقه الجاي مش عارف ايش احكي لكم، الحلقه الجاي مجنونه، لا مش مجنونه، الحلقه الجاي هي الجنون كله، باختصر احكي لكم بس العنوان هيك بس لاني كثير متحمس لها. الحلقه الجاي راح يكون اسمها الجوله المجنونه من الاكل في الامارات، 7 وجبات في 7 امارات في يوم واحد. ايه شوفكم الحلقه الجاي.